عشان شيخه تو مع كلاسيك لمين النهدي في كرسي الطفولة. لمين؟ هذا كرسي الطفولة؟ ياك ترى قعدت حسيت بروحي صغير ممكن. قديش عمرك تو؟ تو قديش تعطيني أنت؟ فلوس فلوس. 70 70 صحيح. أنا من مواليد 50 1950. ولد الكيف، أبن عن جد؟ أب عن جد. قديش عندك من خو؟ إحنا الكل في الكل 17. شو؟ ما شاء الله. داير بابا سامحوني بابا. وكان الله في عون الوالدة. ربي يفضلك يا عايش. أنا مشيت الخارج في بطاقة تعريف للوالدة متاعي. عاد الشرطي قلت له خلي الوالدة تخدم، قلت له بالدار ما تخدمش. حتى عاطل عن العمل. قلت له 17 جبتهم أنت. قلت له هذاك العمل الصحيح. والدي بابا قلت له يا بابا أنا كشوية زعما قريد العش خاطر أنا آخر واحد في العام في أنا 17. عاد قلت له بابا عليه ك 17 مش ياسر بابا. قال لي وليدي من القلق. لمين؟ الوالد شو كان يخدم؟ أونسيان كومباتون معناتها ما يخدمش معناتها الفترة اللي أنا موجود فيها ما في الدار ما يخدمش. الحاجة الباهية يا هادي نحب نقول حاجة اللي قاعدة هكا توا مانيش فاهم علاش في الجيل هذا يتغير. أنا نحب نتفكر نهار بابا وأمي يتعاركوا يستحيل من المستحيلات رغم ما مشاش في المكتب ما يعني معناتها ولكن متفاهمين عندهم إشارات بالعينين متفاهمين في كل شيء. لمين 17 قديش منهم توفوا؟ قعدوا ثمانية مقسومين أربعة ذكورة وأربعة إناث. وفي السنوات الأخيرة ماتوا لي ثلاثة إخواتي البنات الله يرحمهم اللي كانوا أصواتهم من أحلى ما يكون في الأغاني التراثية الكافية اللي كلكم تعرفوها. نقولوا إحنا إخوات لمين النهدي العائلة؟ وي وي يفتخروا؟ يفتخروا على الأخر. لمين؟ خاصة الوالدة أمي بين قوسين ماتت عمرها 103 سنين. مخها أنتكت. قبل بعام أمي كي نمشي للكيف أنا نبدأ نحكي أنا أخويا نحكي أنا وياه على العائلات في الكيف كذا. قل لا 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 مش هكا راهي كذا عائلة فلان هي وعائلة كذا تصلح لنا عمرها 100 وعامين وقتها. توا الواحد على في 30 سنة يخرف. لمين؟ في المكتب. قريت في الكيف. في الكيف. بريمير سكوندير في الكيف. بديت تمثل في المكتب ولا وين؟ بديت بالكشاف. لأنه يعني أنا الحومة نتاعنا اللي هي حومة السوق كانت تعج بالنوادي الثقافية مش كيما توا محلة المثل. بدينا بالكشافة معناتها بدينا بالأشبال ثم كشافة كما تعرفوا الأشبال التحية نتاعهم زوز الكشافة ثلاثة وبعدين بديت بالتمثيل في النوادي الكشفية ثم تنقلت إلى المدرسة في البريمير كنا كنت تذكروا معناتها قبل الجينيراسيون هذه ما عندهمش ما عادش موجودة خسارة في ختام السنة نقدموا أعمال فنية مسرح موسيقى عزف شعر إلقاء كانت حاجة حلوة ياسر ياسر ونتذكر وقتها ما زلت في القسم الثالث ابتدائي وخذيت جائزة في التمثيل في مسرحية اسمها الشجاع الخواف أنا وقتها كنت نمثل دور الشجاع اللي في الآخر يظهر خواف مسرحية من أروع ما يكون. فماشي من المعلمين متاعش كون فايق اللي أنت عندك موهبة هذه؟ فما معلم حتى كي كبرت أنا وجبت الأولاد ووليت معروف ولمي النادي كل ما نروح للكيف نمشي له للدار هو كبر معناتها إن شاء الله معناتها كان مازال حي معناتها ربي يطول في أنفاسه كان توفى الله يرحمه نبوسه من راسه كل ما نمشي للكيف لابد أني نعمل زيارة للمعلم نتاعي هذاك اللي قراني في البريمير واللي هو باش أحكي لكم حكاية أنا والدي كان صعيب ياسر ياسر بابا جبالي نهدي من جبل لوراس جزائر احنا والجزائر معناتها بلاد واحد وكان بابا من اصعب ما يكون والمعلم اصعب منه هذا قرينا العربيه يحفظنا كل شيء حتى القراءه القراءه كتاب القراءه درس كي تقراه لازم باركور تعرضه مش محفوظات برك لا نص القراءه تعرضه كان صعيب ياسر وانا كنت مغروم ياسر بالسينما نهار الجمعه نتفكر مشيت للفيلم غبت على الدرس والمعلم صعيب وقلت خليت يلزمني زدت غبت نهار السبت
نهار اثنين غبت، نهار ثلاث بعد قلت باش تاخذ الزنقه للهرب، يلزمني نلقى فكر، يلزمني نلقى حاجه باش نرجع للمكتب ونرجع للقسم. وصلت قدام المكتب وبديت نهبط فيهم حيار. اش بيك يا لمين؟ قلت لهم بابا توفى. الله اكبر. فهمت المعلم اللي وصل للصبابه ما هو ياسر صغيرات من اول الدنيا خاطر تصبر ومش تو برك. قالوا لي سيدي راه ابوه توفى. الله اكبر. حطني من قدام في الطاوله الاولى خاطر كنت نقعد ديما في الطاوله في الوسط من تالي. بس كي يبدا يعرض في هذوما ما يخلطليش، كي يبدا يعرض في هذوما ما يخلطليش. حاسينه وقت وقتها نتذكر وقتها عمل لنا درس هكا على الولي شنو دور الولي وكذا والموت وهذا لي لمجه كسكروت وقتها. بعد اربع ايام جاء بابا للمكتب. أو قبل كان معناتها الولي كيف يجي المكتب يحل القسم ويدخل ما يقعدش يتناقش ياسر ويدق ويمشي بيرو المدير، لا هو يدخل يتفاهم مع المعلم مباشرة. والدي هكا طويل جنش وشلاغم هكذا حل الباب ويدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا بابا. قالوا وجيد نتفقد في لمين؟ قالوا شكون سيادتك بابا؟ قالوا أنا بيو. الله أكبر. قالوا الله أكبر. الله أكبر. المعلم وقتها ما عادش يدور بيا بكل، قال لي شو ننصحك انا راك باش تولي ممثل كبير. هذا المعلم تاني قلت لكم كل حتى كي كبرت نمشي نبوسه من راسه كانت نصيحه نتاعو في بلاصتها. لمين ماديا اموركم كانت باهيه؟ يوفر لك الوالد باش تقرا؟ لا لا دي تو. احنا 17 باش يوفر. الكتب لا لا ما فماش. انا نتفكر مره على ذكر التوفير معناتها نسخت كتاب قراءه. سلمته مع صاحبي ونسخته بيدي كتاب قراءة كامل من الدرس الأول حتى الأخير. يعني وكنت كي نمشي للمكتب مرة عبد الرزاق خويا يذكره بالخير يلبس هو السبادري ومرة نلبس وين خاطر مع الناس زوز سبادريات إلا ما تجي الإعانات هذيك قبل مع بورقيبة وقتها شيخنا كالفترة هذيك صغيرات كل شيخه معناتها بالإعانات كنا نستناو الإعانات حتى تجي هاك الباسي اللي يبعثوها من الدول معناتها الصديقة والشقيقة باش وقتها نلبس صباط آخر وإلا نلبس لبسة معناتها واحدة. أما الحقيقة كنا قلال في حالة. ودعت الفقر واللي تصاحب عقارات؟ عقارات لا عقاقر وي أرصدة بنكية؟ لا المستورة الحمد لله ما تعبوليش كرشي بالفارغ والله العظيم يا هادي ما عندك علاش تحلفني وانا نقول الحقيقه. صاحب اكبر جوله مسرحيه في التاريخ ما عندوش؟ والله لا عنديش معناتها كما يتصوروا انا بعد عندي دويره شريتها معناتها محمد علي زاد كسب دويره وليد كيف كيف فهمت هكا هو سيتو ما عندناش عقارات هكا ودرشيه وهناشر وبلاصات ما فماش منها الحكايه. وين صرفتهم الفلوس؟ وين صرفتهم؟ مصروف جيران مصروف جي على هذاك باش نمشيو باش نمشيو إلى كرسي الحب. تبدلت لمين قاعتك في كرسي الحب؟ اي من كرسي لكرسي اليوم أنا. أما تبدلت قاعتك؟ اي لكل مقام المقال. ياسر مرتاح، ياسر في جوك، ياسر الحمد لله أنا ديما مرتاح معناتها كيما سعيد تضحك الحمد لله يا رب. بوجودكم زاد يا يعيشك نبادلوك نفس المحبة. لمين النهدي؟ عشاقة؟ عشاق؟ شو اللي يعجبك في المرأة؟ شنو المرأة تعجبني اللي عندها كاركتير. ما يهمنيش طويلة قصيرة سمينة ضعيفة شبابة متوسطة كذا، أما تعجبني إذا كان عندها كاركتير، عندها خصوصية فيها. هذيك المرأة المثالية بالنسبة لي. تحب مرأة صعيبة معناتها؟ لا مش صعيبة. شمعنى الكاركتير عندها؟ لا مش عندها شخصية. عندها شخصية، أنا نحب المرأة اللي عندها شخصية. وي أما مش صعيبة. حبها عندها شخصية. يكثر العرك لما تكون أنت عندك شخصية ومرتك عندها شخصية وأنتم الزوز شادين صحيح في رأيكم وما تعرفوش طريقة للتنازل. ما نتصورش. ما نتصورش. الحب كما تقول الغناء خلي شوية عليك وشوية عليا. هذاك في الغناء. أما في الواقع لا يبداو الزوز شوف الفائدة في التفاهم زاد يبداو متفاهمين ومن الأول متفاهمين معناتها تنجم العلاقة ما يعملوش كيفي أنا.
انت فاشل في الحب ولا ناجح في انا الحب؟ قد ماني ناجح في الابداع وفي المسرح وفي التمثيل وفي الشخصيات وفي حب الناس، قد ماني فاشل في الحب. الاخرى تبكي ليه انت بيجي؟ شنو سبب الفشل؟ والله انا بدي ساعه نقول شنو الحكايه، ترى منفوس وفي 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 الى حد معينه. اش معناتها الى حد معين؟ الى حد معين، مثلا ناخذك اكزامبل، انا وسعاد مثلا عشنا 13 سنه مع بعضنا، صفر خيانه. صفر خيانه، يعني انا ما مشيت مع امراه اخرى ومشيت لثنيه اخرى الا بعد ما تفرقت انا وسعاد، ودايور ما عملتش برشا نساء، لاني دوب ما طلقت من سعاد تعرفت على امراه اخرى تزوجت في الحلال. معناتها عيني في عينك. شنو عيني في عينك؟ معناتها كاو في هذا المكتوب. سعاد محاسن لبن النهدي، اول حب في حياتك؟ لا، فما حب المراهقه طبعا. الحب الحبك الحب اللي مع سعاد. مع سعاد حب كبير، حب معناتها داير حكيت عليه انا حتى في السكيتش بتاعي، حبك اللي يرجك معناتها تترج. لمين؟ سعاد محاسن فنانة كبيرة ناجحة على الاخر ستار وقتها، انت مجرد شنو؟ مش مجرد هاد. مجرد قليلي. مجرد مجرد والله مجرد وقتها مازلت صغير، انا عمري 18 مجرد انا مازلت وقتها فيغيرو في الكاتريام رانجي، زاد راهو مش يعني كومبارس وقت اللي حطتني منصف السويسي، مازلت قد كي دخلت لفرقة الكاف، فهمت وقت فرقة الكاف سعاد وقتها تضرب تسرع فرقة الكاف، هي البطلة تاع فرقة الكاف، هي اللي عملت رشومون، مسرحية رشومون مسرحية مع يابانية تاع كوروزاوا، محلاها ما شبك المسرحية ان شاء الله يعملونا مسرحية تو من نوع هذاك، وعملت حكي وحريري اللي تعمل فيه دور تزيري، الرجل التزيري والمرأة والمرأة وقت صغيرة سعاد عمرها 23 سنة، وعملت لي بون دو جون جوني ومدراك ومدراك الكاتب العظيم، فهمت؟ وسعاد شكون يقربها وقت؟ وانا ما زلت وقتها كي دخلت اون ستاج ما زلت فرانكلي ولابس صباط قد هكا، فهمت؟ وضعيف كي العود كي الزلاط احنا نقولوا في الكيف هكا ضعيف في حاله، ولكن كي دخلت فرقة الكيف عيني جات كان في سعاد. شوف اللي شدك فيها أنوثة المرأة اللي فيها ولا لكونها ستار؟ الكل الكل ساعة هي كأنثى وكجمال كانت سعاد شباب على الاخر، فهمت؟ داير كي معناتها برشا برشا حبوا عليها وما حبتش هي، ثم انها ستار جمعت ما بينها الكل. امراه كيما هذه ما تعشقش فيها لازم تكون مجنون معناتها، ولا ماكش في عقلك ولا سكران ولا ماكش انا ولا ينعل بولي مفسد على الحكايه. عشقت فيها؟ عشقتك اللي من بعيد لبعيد. ما كانتش تغزر لك، كانتش معبرتك. يا وشكون ما تعني لها حتى شيء. يا ودي قلت لك انا ضعيف في حاله، فهمت؟ ومعناتها وما زلت في الستاج الاولاني، ولا فرانك لا سوردي ما زلت ما نخلصش حتى ندور ولا، فهمت؟ ولكن كان صديقي المرحوم احمد السنوسي الممثل هذاك هاك الممتاز اللي تحبوه، هذاك اللي في عمل برشا مسلسلات وخساره ما شفتوش في المسرح، حتى هو قوي ياسر في المسرح. احمد السنوسي كان صديقي في فرقه، الله يرحمه وينعمه، كان صديقي في فرقه الكيف. عاد قلت له يا احمد المراه هذه راني ما عادش النجم. يا احمد يا خويا قلت له يا وليد عمي. قال لي قال لي اش بيك وين ماشي؟ قال لي الديناميت هذيك تفرت ومشيت. قلت له انا نموت على الديناميت. عاد مشالها مشالها، قال له هو هكا حبايبته هيك كذا، قال له فما واحد في الفرقه راه مخبوط فيك لهنا. قلت شكونه؟ قال السيد هذاك عملت لك قطع شو كرهتني ملو. قلت راه في واحد ضعيف هكا وشعري قد هكا وكذا ووجهي بكسور دي، فهمت حال وانا ضعيف كيما شفتوني في فرده ولقى تخته واضعف شويه. قلت له هذا هاي بشويه 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 حتى لين فهمت طيحتها. لمين؟ قلت يا انا يا هي عبدت اول معبود ربي وين دور تلقاني؟ تقول لي يا اخي ديما في جرتي انت ما تنجمش تقعد غادي؟ قول باهي نقعد غادي ما نحب نقزر لك. حتى لين مره من المرات وداخلين العرض مسرحي فهمت في حكي وحريري، نمثل انا في دور شفيق دور صغير في المسرحيه، وهي واقفه في الكوليس لابسه دور تزيري هذاك الرجل اللي عمل الشلاغب كذاك،
يا سيدي قبل ما تدخل للسين الجمهور بدا يصفق ديجا واحنا باش ندخلوا للسين هي باش تدخلوا انا دورتها ودخلت لمين وكانت الانطلاق لمين بوستها بوستها وي وكانت البوسه الاولى ومحلاها معناتها لمين اول بوسه أول بوسة أول بوسة كانت على المسرح قبل ما تدخل؟ احنا في الكواليس قبل ما تدخل داير كي دخل دخل داخل دخل داخل وكي خرجت أنا معناتها ضربت حساباتي قلت كان خرجت وخزرت لي راهو فما حاجة كانت عديت في الطويل هاك وما نرفز راهو من اللي خرجت خزرت لي قلت هاك هاو عاد وليت عاد أنا نفزعك لمين؟ الحب هدايا الحب هذايا بديتوا بشوية بشوية بديتوا من الصفر عرستوا إمكانيات بسيطة وجاوك زوز صغيرات وقتها ما شاء الله وليد ومحمد علي أي. لكن سعاد شوف حب أقول لك هادي راهو سعاد محاسن وهذا شيء نقوله أنا راهو خاطر هذه حقيقة وتعلموا يا ناس قولوا الحقيقة راهو كي تقول الحقيقة باهية وما يقعد كان الحق والحق يعلى ولا يعلى عليه سعاد هي اللي اكتشفتني سعاد هي اللي وقت اللي جينا داخلين فرقة مدينة تونس قدمنا المطالب نتاعنا أنا وهي ورشيدة دبيش والمرحوم سليم محفوظ في السبعينات في عام 72 أنا رفضوني رفضوا المطلب نتاعي داير ما نعرفش علاش لتو والله ما نعرفش علاش ما عجبتهمش وقتها مانيش معروف بالكل 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 وقبلوا سعاد سعاد قلت لهم على شرط راجدي يدخل معايا مستعدة نقسم الشهرية متاعي اللي هي 80 دينار أنا ولمين وقسمناها الشهرية سعاد وقتها قسمت الشهرية متاعها باش لمين نادي يدخل فرقة مدينة تونس لمين لمين تسمحها في الكواليس وقتها راجل سعاد نسمح برشا مرات موسيقتها كيفاش في وذنك راجل سعاد نفتخر بها متنقصش من لا بالعكس نفتخر لهم أنا مانيش معروف خاطر سعاد حاجة باهية راهو حاجة كبيرة ما كي تقول راجل سعاد حاجة كبيرة مش نكرة حاجة باهية عليه وأنا مازلت مانيش معروف بعد عرفت وبعد كذا أما ما كانش عندي مشكلة بالكل بالكل بالعكس علاش الزواج هذايا اللي هو محلاه ما دامش؟ عشر سنين بقيتوا؟ قعدنا 13 سنة 13 سنة 13 سنة والله يشوف المهنة هي اللي فرقت ما بيناتنا الخدمة نتاعنا الخدمة عمرها ما كانت أهم من الحب لمين والله احنا تصورناها أهم ولكن هي مش أهم من الحب انتم كنتوا تحبوا خدمتكم أكثر من اللي تحبوا خدمت رويحكم وي صحيح كنا نحبوا خدمتنا أكثر من لازم وضحينا بكل شيء من أجل خدمتنا مع تصور النجاحات اللي عملتهم أنا واللي اللي عملتهم سعاد راهم جايين هكاك راهو ما هي سهلة ما هي سهلة ندمت لمين اليوم وصلت أنا وسعاد نتقابلوا مرة في 15 يوم وانتم معرسين واحنا معرسين لانه انا كنت في الجولات المسرحيه داخل نعملوا بال 50 60 عرض معناتها في العام سعاد كذلك الجولات البرة خارج ارض الوطن الى اخره معناتها دي شيرور صارت معناتها زواجنا تلاشى معناتها بغير العرك الخصامه راه نقول لكم بصراحه راه انا وسعاد وقت طلقنا وقفنا قدام الحاكم قال علاش تحب تطلقت ولا ما نعرفش علاش وانت يا مدام علاش تحب تطلقت وما نعرفش علاش طلقنا وخرجنا شربنا قهوه مع بعض الولاد محمد علي ووليد ما سمعوا بالطلاق نتاعنا الا عمرهم 15 عام عمرنا ما حيرناهم هما صغيرات عمرنا ما عملنا عرك هما صغيرات لمين لمين وقت اللي صار طلاق محمد علي قداش عمره 12 12 سنه قعد 3 سنين 3 سنين ما في بالوش حتى واحد ما في باله لا محمد علي ولا وليد ما قلنا لهمش بكل يعني عادي عادي نمشي لسعاد وتجيني ونخرجوا مع بعض ما خرجتش في الصحافه في الاعلام في شويه ما خرجتش برشا لاني انا طلبت بكل لطف من وسائل الاعلام باش ما يحيروش الوليدات قلت لهم لا فايده ولو انهم فما ناس ربي يهديهم سبقوا لشيء هذايا ما فهمت البوز ان صح التعبير وخرجوا حاجات ولكن انا وسعاد ماناش متلقين علاش على خاطر كنا نتقابلوا حتى بعد ولينا بريسك نتقابلوا كل ندمت لمين انك ربحت الفن وخسرت سعاد؟ مش ندم ما قلت خساره مش ندم لو الوقت يتعاود خدمتك من هنا ونجاحك زوجتك من هنا اذا كان مش يتعاود الوقت برشا حاجات باش نرجعهم انا
في انا فما برشا عيوب في انا باش نرجعهم، اهم عيب برشا هفوات نرجعهم، برشا غلطات عملتهم نقول لهم توا داير نقول علاش غلطتهم الغلطات هذوك، معناتها اهم غلطه ماني معش مع عائلتي معناتها برشا قلت نغيب بالاسبوع بالعشر ايام نسافر نمشي لفنزويلا مثلا نقعد 20 يوم باش نروح، نمشي لكوريا الجنوبيه نقعد 25 يوم مهرجانات كبيره روحت بجوائز كبيره، ولكن هاك الجوائز موجوده في الدار محطوطه كذا فهمت، اما خسرت مراه كبيره ومراه قويه ومراه محلاها هي سعاد محاسن، الجوائز مشات على روحها. شنو احوالها؟ والله لاباس توا لاباس والحمد لله يا ربي. هالأيامات يا هادي والله فما حاجة نحب نحكي فيها وما حبيش نحكي فيها كما تعرفوا أنا من نحكيش ياسر في الأمور الخاصة، ولكن خرجوا دعاية اللي سعادة توفيت، هي امرأة خرجتها ربي يهديها، أنا نقول ربي يهديها داير معناها مانيش فاهم شنو ربحها، ونحب نقول اللي راهو راك شبعت دعاء شر، راهو الناس كل الله يهلك راهو قدام الدار، أنا ننظف قدام الدار وتعدى وكوب قالت لي المرأة قالت لي مين ممكن نكلمك، قلت لها تفضل، قالت لي مدام سعاد لاباس، قلت لها الحمد لله سعاد بحذيره، قلت لها لاباس، قالت لي الله يهلكم الله يهلكم شوش مهبطين البقاء لله سعاد توفيت عليه حرام، بعد ما تصورش اللي هبطت هي امرأة اللي هبطت الإشاعة هذه تفركس في البوز الراود مبوزز عليها فهمت. انت دخلت في غوله وقت اللي قالوا لك شكيت؟ لا انا قدام الدار. انت قدام الدار؟ قدام الدار قاعد نقد عندي حبسات نقد فيهم نسقي فيهم ونعدي وسعاد في الدار مسكينه مرت محمد وليدة فجعت خرجت تجري قالت لي طونطون اخي صفا تطا لاباس، قلت لها لاباس هكا لاباس عليه، طلعت نلقى سعاد تتفرج في التلفزيون مسكينه كذا نورمال عادي كذا ربي يهدي ما خلق ان شاء الله. احكي لي على صحتها. في نفس الوضعية باش ما مش معناتها؟ معناتها ما استفحلش للزايمر؟ لا ما تقدمش ما تقدمش ما تقدمش تعقلك؟ تعقلني تعقلني وتعقل الأولاد، كيدخل محمد علي تتبسم، محمد علي كيدخل وليد كيف كيف، القراب برشا معناتها أختها مليكة أختها منوبية العائلة فهمت، حتى ولد محمد علي يوسف نور قمر بنت وليد معناتها مي، وتتذكر تتذكر شوية تاريخ، تتذكر موسف السويسي قل لي مثلا السويسي وين حيو، تتذكر القدم معناتها فرقة مدينة تونس، تفكر السملالي والمورالي والكبارات نتاع المسرح تتفكرهم كذا، بون ما عندهاش علاقة بجينيراسيون جديدة خاطر ماهيش فرد مرض النسيان مرض خايب برشا يخوف لأنه يحول الناس اللي تحبهم لخيالات، تخاف لنهار تغزر لك في وجهك تقول لك انت شكونك ما نعرفكش؟ خاف خاف داير معناتها مشكلتي الكبيره انه ما نحبش نرافق الحاله هذيك، صدقوني ساعات كيف توصلك الحاله هذيك انا درا شنو اللي يصير فيا. بسم الله عليك بسم الله عليك، ورانا نحبوها راه ساعات ماهيش ملكك انت برك ولا ملك العائله. ساعات محاسن مع حفظ الألقاب هي واحدة من العلامات المضيئة اللي في تونس الكل، مين راه راهي ماهيش ملكك انت ولا ملك الاولاد، راهي ملك غنياتها الكل شكون ما يعرفش يجيبوها. وهذاك اللي تقوله ديما سعاد وتقول انا راني مانيش ملك روحي انا ملك الناس، سعاد وقت تمشي وتحضر الاغاني التراثية وتغني للاغاني هذوك الحلوين اللي كادوا يندثروا وتبدا تدور، انا نذكرها سعاد في الثمانينات تبدا تدور بالمسجله نتاعها وتمشي للقرى تمشي للدشره تمشي للسليانه تمشي لك الجهات هذوكم اللي فيهم معناتها مخزون معناتها ثقافي مخزون غنائي كبير ياسر ياسر، تبدا تسجل فيهم اغاني كادوا يندثروا تماما معناتها عندها فضل كبير معناتها سعاد، هي بيدها سلمت في روحها سلمت في حياتها سلمت ساعه ساعه سلم في صغارها باش تمشي وتفرح العباد. سعاد مالها لمين اول ما فقنا بمرض رسمك ما انا راني في العاده ما نبكيش صعيب شويه فهمت، ما فهمتش كيفاش انت وصلت هنا حتى لين وما نحبش انا نكون معناتها نطلب المعذره ولاني حاجت بيك باش تبكي أيه. ولا بالموقف هذا نحب نسب مشاهده ولا حاجه فقط لا 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 فقط قاعد نحكي انا وياك نحب نمس احساسك وقديش توحشتها سعاد محاسن. نعرف نعرف
نار في هذه، وبرشا ناس توحشوها، برشا ناس يعرضوني في الشارع يقول لي هاك المراه فاضله، هاك المراه الشريفه، هاك المراه العفيفه، هاك المراه اللي محلاها، اللي عمرها ما ضرت حد، عمرها ما تعدت على حد، عمرها رغم اللي انتم مطلقين، انت حريص انها انك تسكنها عندك، علما وانه نحن عرفناها وعرفنا حاله المرض هذيا اللي خرجت من خلال وقت شكون عمل الخبر قال انكم انتم لوحتوها في الشارع، وانه السيده سعاد محاسن لقاتها صحفيه في الشارع في حاله يرثى لها بعد ما طيشوها اولادها وطيشها طليقها لمن النهدي. والله شو نقول لك يا دي، انا نقول ربي يهديهم، وداير ظهر لي نفس الصحفيه اللي خرجت الخبر هذاك هي اللي خرجت الخبر هذا الاخير نتاع اللي هي توفات. قول ربي يهديك، معناتها امشي اعمل حاجه ذكيه، امشي اعمل خدمه باهيه، امشي اعمل خدمه تقعد للتاريخ، تقعد للاجيال القادمه كيف يحلوا كذا يلقاو يقولوا شو ما شكون كتب الارتيكل هذايا؟ انا كي نحل الجريده قبل ونلقى القباطي كتب ارتيكل في لابريس التو داير مازالوا عندي لي زارتيكل نقول محلاه، مش اخبار من النوع هذايا راهم ما يفيدوش بالكل ويزيدوا معناتها مضر للعباد. حرام عليك وحرام عليك وحرام عليك. تقال لمين حتى بعد؟ تقال انكم ما لوحتوهاش عن قصد وانما نسيتوها؟ فتاهت عنكم ليه فلما ليه حكيت الصحافه رجعتوها خوفا من الفضيحه. ما هيش موجوده الحكايه هذه كيفاش احنا داير في صبرنا في عائلاتنا في تكويننا في تربيتنا ما عناش. احنا جدتي مثلا اللي عمرها ماتت 118 سنه، عمرها امي 103 سنين وجدتي 118 سنه، ما لوحناش، ما قاعده معانا غادي في التركينه في بليسه، اما ديما معانا جدتي معناتها ام لهنا اسمها الله يرحمها، لوحوش احنا من الاقرباء نتاعنا. وقال فما انا لا فائده خاطر تو انا نطلق انا وسعاد، اما سعاد بحذايا، سعاد معناتها داير الاطباء قالوا لي لمين معناتها راه يلزم كان دو لا فامي، يلزم ان بارون، معناتها يلزم حد كيف تراه تعرفه مستانسه بيه، نجي انا نعمل هكا مع سعاد معناتها عيب عليهم. والله ربي يهدي ما خلق وكاو. بالمناسبه هذه نحب فما امراه معنا في الدار نحب نشكرها بصفه خاصه اسمها عليا، وصعيبه هي دو كاركتير صعيبه ياسر، ما تقول عليها رجل معناتها هيا هيا اما اي اما تبارك الله عليها. هي اللي لاهي بسعاد معناتها نتقاسموا في كي تروح هي نقعد انا ولا يجي وليد ولا يجي محمد علي. محمد علي بين قوسين يزورها كل يوم، وليد بحذاه كل يوم، وليد يطلع بنته خاطر يسكن بحذايا يطلع بنته كل يوم تسلم على مماتها، كل يوم تبوسها، كل يوم تجيب لها نواره، يمشي بالذمه وليد يشري النوار ويعطيه لبنته وتعطيه لسعاد. يوسف زاد ولد محمد علي كيف كيف. معناتها الحمد لله يا ربي، معناتها ربي يسترنا وكاو. لمين بعد الطلاق تزوجت؟ قديش كنت رافض انك تبقى وحدك من غير امراه؟ قديش من عام قعد؟ ما قعدتش برشا. حاجتك بامراه ولا حاجتك بحب؟ لزوز. الزوز. حب وامراه. تزوجت؟ تزوجت، خذيت امراه ثانيه اللي هي راضيه الحداد. نوجه لها تحيه. اي وامراه حلوه ياسر وفاضله ياسر وتبارك الله عليها. حبيتها زاده كما سالتني قبيله، الواحد ينجم يحب مر في نفس الوقت، لا اما ينجم يحب مرتين، راه ينجم حتى ثلاثه حتى اربعه اذا كان عنده جاد، فهمت؟ اما نقل فؤادك حيث نشات من الهواء، ما الحب الا للحبيب الاول. حبيب الاول وينجم الثاني زاده، ينجم الثاني، حتى حبيبتي الثانيه حتى راضيه الثانيه زاده حبيتها حب كبير ياسر ياسر، وزاد امراه كانت. والله شوف نقول لك حاجه هادي وللساده المتفرجين، بيناتنا والله المراه هذيك خسرتها على خاطر انا كنت سبب، زاد سامحوني كنت سبب. مراه كانت معايا محلاها وتحبني وترعش عليا، والله العظيم كي نبدا انا قاعد بيت الساله نقول راضيه تجي تجري تجري، والله تجي تجري، هذايا تو ما عادش. كيفاش لمين خسرت وانا تقول انا سبب في كوني خسرت المراه هذه؟ والله ما يلزمني نمشي نحل على روحي كتاب. ايش صار؟ بشوف صار باش خذيت قرار الطلاق، ايش صار؟ طيب سو تفاهم، معناتها سو تفاهم، امراه مقدوده برشا بون سو تفاهم، ما نحبش بالضبط شنو هي الحكايه، نعم سو تفاهم وكيف كيف بالحسنى. داير ما اعتبرش يقولوا لي يا اخي عرس مره اخرى لمين، ما يعرفوش اللي انا تزوجت مره اخرى وخذيت امراه محلاها اللي هي راضيه حاليا. قداش دام الزواج؟ بريس 15 عام، 15 سنه. حاليا لمين تحب؟ فما واحده؟ سنة نثبت واحده ولا اثنين؟ لا توا لا توا لا، لان قلت واحده ولا اثنين مش عملوا بعضنا لعبه
في العبادية مهمة جدا. مرحبا. عنوانها فتاة الأحلام. لمين في اللعبة هذه باش نعطيك زوز اقتراحات تاع زوز شخصيات اخترتهم لك معروفين باش تعرف انت الطبيعة اللي يهمني، معناتها الطبيعة والشكل مش في حد ذاته الشخص، خاطر فيهم شكون متزوج، فيهم شكون عنده حياته إلى غير ذلك. باش نبداو مع الاقتراح الأول. رأفة يهديكم بالمسرحيين، راهو فما داير معناتها برشا مسرحيين ما عاد تشوفهم بالمسرح، تو وليت تراكن وين ما نشوف. واضح. لمين احنا، لمين احنا عندنا ديما كل ضيف يجينا نحضر له بارودي سبيسيال. ما شاء الله. ايه؟ انا فرحان برشا اليوم. فرح قلبك عايز. باش نستقبل لك مهدي أرتوان باش ايه؟ نعمل بارودي سبيسيال لمين النهدي. برافو. وليد يقعد بحذانا ملا مفاجأة. برافو. تصفيق مروح. ما في كل سوربريز. ما في بالوش بيك راه. والله ما في بالي جملة. لا ما في بالوش. محلاه داير بدوه بالدار نقول وليد زعما ملول ما عرفش. خاطر نعرف لي بان تاع وليد معناتها الخطوات نتاعو في الدانس. قلت عجب بعدش قلت وليد احسن. وهذه وقابلته وانا معناتها اليوم الصباح. قال لي سافا، قال لي ماشي، قلت له عندي بروفا كيلكو باغ دونك في بر في الدار ومسكر على روحه دونك ما في باله بحد شيء. صبورك احلى هكا. هاو يعطيكم الصحه. المهم اما مدام وليد هنا موجود كلمه وليد لمين ثقيله 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 دون لو سونس لا ريسبونسابيلتي معناتها الكارير تبارك الله نتاع الفنان لمين نهدي كبيره، مش انا باش نحكي عليها كارير وتحكي عليها، ولكن باللي باش نخدموا باللي باش نحاولوا نقدموا ديما عندنا مربوطين معناتها بفنان اسمه لمين نهدي، فنان كبير اللي مره اخرى نحب تحيه كبيره على الفنان لمين نهدي.
دونك هذا هو يتحسب عليك كل شيء. تعمل غناية ولد لمين شبيه عمل الغناية، تعمل فيديو ولد لمين شبيه عمل هكا، شبيه قال هكا. معناتها الناس تطلب منكم انكم تكونوا نسخ من لمين ولو من نسخ مصغرة. انا فكرة نسخ نرفضها، معناتها خاطر الحاجة الباهية كل واحد عنده شخصيته في العائلة، كسوسوا الفنية ولا حتى في العائلة الكبيرة معناتها بتاعنا. بالعكس انا الحاجة الباهية العباد يقولوا لي عندك حاجة نتاعك انت خاصة بك انت، ما تشبهش لمين، للفنانة سعاد محاسن إن شاء الله ربي يشفيها، للمحمد علي. لمين برشا كلام يجي على وليد، دركي أشبي عمل فيديو هذي، أنت من داخل تتقلق تحكي أنت وياه تقول له ولا مسيبه هكاكا؟ معناتها الحاجة الباهي أنه في اختياراتهم من اللي صغارة من اللي صغار أنا ما تدخلتش فيهم، اختاروا اللي حبوا. صدقني وقت وليد عمل المسلسل هذاك اللي عمل فيه دور حلو ياسر جاري حموده، فهمت؟ والله ما في باليش بيه اللي مشى في الكاستينج ولا كشكون المخرج اللي معناتها مع تحياتي للمخرج صديقنا مع وحده يعني حسيت انه عندهم مواهب سواء محمد علي ولا وليد، قلت لهم اليزي. ما كنتش ضد كومبليتمون انه يعملوا الميدان هذا اللي هو صعيب. نجاح لمين؟ هو نجاحك ونجاحكم انتم هو نجاح لمين؟ أكيد. طبعا اكيد انا فخور برشا بالنجاح نتاع الفنان لمين نهدي، وفخور كذلك بالنجاح نتاع الوالده سعاد محاسن. ما ينجم يزيدني كان عزيمه وقوه باش نحاول نكون معناتها ونوصل للدرجه اللي وصلها الفنان لمين نهدي. على كل هو حلم ودريم معناتها كما نقولوا، وقاعدين نسعى وباش نوصلوا، وعلاش لا خير بعد اذنك معناتها. بعد اذني؟ بعد اذنك شوي. وليد اليوم تعمل في برشا حاجات، شفناك حتى كرونيكور وقعدت تمس في برشا حاجات، كيفاش تحب الاختصاص نتاعك؟ شنو بالضبط هو؟ والله بالنسبة للكرونيك مازالوا كيتصلوا بيا، معناتها ما عندهمش برشا صافي امواس، اتصلوا بيا قناة تونسنا باش نولي معاهم في برنامج احنا الكل ان شاء الله، باش يتعدى كل نهار خميس مع 9:15 في قناة تونسنا. تجربة جديدة بالنسبة لي انا، وكما تعرف معناتها هادي الانسان كي يدخل تجربة جديدة معناتها فما حاجات باش يصيروا ينجموا يكونوا في صالحي، فما حاجات باش يصيروا ينجموا يكونوا مش في صالحي، ولكن انا انسان نحب المغامره ونحب معناتها التجارب الجديده، وعلاش ليه معناتها. شاورتوا حكيتوا مع بعضكم في الموضوع هذا؟ بيان سور ديما نحكيوا، انا الوالد لمين نهدي ابار اللي هو بابا صاحبي برشا معناتها، ومنقعد كان انا وياه وفخور. القعدات كل روحت اي بالحق معناتها نقعد اصحاب بالكدا، وما يضحكني كان هو في القعده. بون في والله مشكله هذه مع الساعات يجيبوا عندي اصحابي ضامرين زاد يقول لي لا ما يعجبونيش معناتها، ولا قد ولا يضحك هكا. اليوم لمين عمل لنا حلقه عالميه راهو. سمعت انا مازلت كي جيت تو ما سمعت. لمين نستنوا برشا في يا هادي راك تسير كل خير. يعيشك يعني انا نعتبرك انت زاد مناضل في ميدانك، راهو انا تبعت مسيرتك وما شاء الله، وديما نقول هادي هذا مش يولي حاجه كبيره. يعيشك قلت لك قبل. يعيشك لمين وشرفني برشا تجي حاجه من عندك انت. ربي يفضل. بربي سلام كبير للفنانه الكبيره سعاد محاسن، نعرف انه ما شدنا عليها كان كما يقول المصري الشديد القوي، اما نعرفها هي تحبنا برشا وتقدرنا وتحترمنا، والانسان هذيك ما ريناش منها. انا 20 سنه في الاعلام ما ريتش منها كلمه عيب في يوم من الايام، وتاخذ بالخاطر انسانه عظيمه ياسر. محمد علي قاعد يصور في فيلم تويكا، مازال كيبدا الفيلم نتاعو، معناتها الفيلم هذاك اللي يتعب فيه مسكين وقعد سنوات. البطل خرج من الحبس، اكرم ماك نقل لتونس باش يصور معاه، هلا قاعدين نتابعوا. يا ودي الكبر تو ما عادش نلاقيه الدور، معناتها قاعد يصور في الفيلم وان شاء الله ان شاء الله. في الاثناء جبنا لك فيديو صغيره، نحبك تتفرج معنا بعض من النجاحات لمين نهدي، خلي تكون هذايا الفيديو مسك الختام. يعيشك بارك الله فيك. فيتير لمين نهدي. كي نقولوا ملك الكوميديا في تونس بالطبيعة نقولوا لمين النهدي. اسني لمين احتفل بطريقته ب 40 سنة مسرح 40 سنة نجاح. بلا نسمع من الاخر على الاخر. ثم صرفت وصرفت. امك هذيك تعرفها؟ نعرفوها. كارتاج مش غريب على لمين اللي يعتبر من الفنانين القليل اللي بريسك جل اعمالهم المسرحية تقدمت على خشبة فضاء مسرح كارتاج وامام شبابيك مغلقة. السنة ليلة على دليلة
خليت العبير ما يقارب مدة ساعتين تبكي بالضبط. لسكوتة دينا طار بالشارع يا منك ريتوا العلامات هذوكم هك النظر القلبي هذاك متاع كيبيك والآخر اللي فيها الورقة هذاك متاع كندا الكل. لمين النهدي اسم تجاوز الحدود. لمين أول من سافر ووصل نوع الوان منشول للخارج. هريتوا احنا وين توا؟ احنا في العلالي، احنا في اعلى منطقة في مونريال. ليلى على دليلة. ما فماش مسرحية ما قدمهاش في مونريال ولا الكيبيك ولا في أوتاوا. من المكي وزكية في التسعينات الليل على دليلة 2015 مروراً بفيها كسر دوك نريشو. يا سمير مرحبا بك يا سمير يكلم بيك بربي انتي سيب مرحبا مرمشتها مقبيلة تحت يصبر شوية كمروح للدارس. ما هي شمرتك. كندا مباشرة لدبي وين كانت الجالية التونسية في انتظار الفنان القدير لمين والمخرج محمد علي. عرض عالمي في مدينة عالمية. من دبي لباريس قاعة الباتاكلون قاعة عرض فيها أكبر الفنانين في فرنسا. لمين أمام تحدي جديد. فريق تقني فرنسي سهر على التحضيرات الكل بقيادة المخرج محمد علي ووليد وليمين. مسيرة 50 سنة. شكرا لك على قبول الدعوة، شكرا انك وافقت انك تكون ضيفنا. ربي يفضلك يا هادي عايشك بارك الله فيك. شكرا لهذا الجمهور العزيز محليهم
والله 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 ما حلفتم والله. وليد خويا يعطيك الصحة. ميرسي بوكو، ميرسي للجمهور وميرسي للتوانسة كل، وإن شاء الله هالكورونا هذيا تمشي علينا إن شاء الله. كلمة الختام لمين؟ كلمة الختام نحب نقول لكم إن شاء الله معناتها تكونوا متواجدين يوم 24 بالنسبة للشهر القادم باش تشوفوا خدمة جديدة، مسرحية جديدة مع لمين النهدي بالطبيعة في مون كاتريام وان مان شو، في مسرحية نموت عليك. إن شاء الله نموت عليك باش تتكرر معناتها العروض في المسرح البلدي، وإن شاء الله مسرحية تقتل بالضحك. إيجاو راكم ما كومش باش تندموا. شكرا وليد النهدي. شكرا 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 للفنان القدير والكبير لمين النهدي. كرهبة تمشي كرهبة تجي، كرهبتنا جديدة دونك فانج اس 50 على ذمتكم، تنجموا تربحوها سهل برشا، تبعثوا اس ام اس على الرقم 85810، تكتبوا حرف ا وتبعثوه على الرقم 85810. الكرهبة متاعنا قيمتها 49,900,000، تنجم تكون من نصيبك انت اللي تفرج فينا توا. ا على الرقم 85810. حس سعيد للجميع.